بعيدا عن التيارات والأدلجة، لو في شخص من خارج هذا المحيط وعنده التساؤلات اللي تتساءلها هذه التيارات، بس هو ما يطرحها لأنه منتمي للتيار، هو يطرحها لأنه مؤمن بهذه الفكرة ولا القناعة، كيف ترد عليه؟ طبعا هذا صحيح، فيه أناس بالفعل عن صدق يعبر يقول أنني لا أرى أن للفلسفة فائدة مثلا، أو أرى أن الفلسفة تثير الشكوك فيما نؤمن به بدون أي هموم كما ذكرت أيديولوجية. نرد عليه طبعا هو نرد بالعبارات أن الفلسفة كذا وكذا، أنها علم عقلي له منهجية معينة، وأن إطلاقا لا يتبع مذهب دون مذهب، وإنما يعلم كيف تفكر بشكل موضوعي، لكننا في الأساس أو في نهاية الأمر يستحيل لنا أن نقدم تصور حقيقي للشخص ما لم يبحث بنفسه. أنا دائما أقول سؤال ما فائدة الفلسفة مثلا، هذا سؤال غير فلسفي، لأنه يطرح من شخص خارج إطار الفلسفة. لكي تعرف فائدة الفلسفة يجب أن تقرأ في الفلسفة. يعني اللي يقولكم هذه الشكوك أو هذه الأسئلة تقولوا له روح ابحث، الحوار معه ألا يمكن أن يلاقي إلى نتيجة؟ نعم نتحاور، لكن أيضا لا يكفي الحوار، لا يكفي أن تعطيه فقط أجوبة ويذهب. إذا كان بالفعل يحمل هم هذا السؤال يجب أن يبحث، وهذه من ضمن ترى التدريب على التفلسف أن تبحث بنفسك، لا أن تترك غيرك يفكر عنك. وهذه عبارة سقراط الشهيرة، أبو الأب الروحي، الجاد فاذر الفلاسفة، اعرف نفسك، أو حينما قال تكلم حتى أراك. يعني لا تتكلم بلسان غيرك، تكلم بلسانك لكي نعرف أنك حاضر أمامنا ولست مجرد تعبير ناطق عن الآخرين. طيب 2007 الحلقة الفلسفية، تمام؟ خلني أخذك إلى ما قبلها بشوي وأثناءها وبعدها اليوم. وش أكثر الصعوبات على مستوى الأسئلة والمفهوم اللي كنت تواجهها أنت أو أصدقائك المهتمين بالفلسفة ما قبل 2007؟ طبعا قبل 2007 لم تكن أنشطة رسمية، كنا نلتقي لقاءات في المقاهي في بيوت المهتمين، كنا نواجه طبعا، تعرف وقتها كان هناك بعض يعني التيارات المعادية للفكر الحر والعقلاني والفلسفي، وكان لها حضورا قويا في الإعلام، في المساجد، في كل مكان، في الفضاء العام عموما. كنا نواجه، كان هدفنا الأساسي هو أن كيف نقدم اعتذار الفلسفة، فيه يسمونه الأبولوجي، أيام سقراط. سقراط حوكم ترى بناء على أنه نشر الفكر الحر بين الشبيبة. كان أفلاطون كتب يسمى الأبولوجي، يعتذر. الفلسفة هي العلم الوحيد الذي يبرر في كل فترة زمنية، لابد أن يبرر لنفسه، يقول يا ناس اسمعوني ترى عندي شيء أبي أقوله. هذا الشيء لا يطلب من الشعر ولا من الفيزياء ولا من علم الفلك ولا الدراسات الاجتماعية، لأن هناك ميل مسبق لدى الناس أن هذه كلام تجريدي لا علاقة له بواقعنا، وهذا أكبر خطأ. من هنا نضطر نحن، وكان في وقت 2000 ما قبل 2007 كنا نريد أن يكون للفلسفة حضور بأي شكل من الأشكال، في المنتديات قبل السوشيال ميديا، بعدين في الصحف كنا نكتب مقالات فلسفية، نعرض كتب فلسفية، نسوي قراءات في كتب ومن هذا القبيل.